الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله. اللهم صل على من شقت أسرار وانطلقت الأنوار، الفاضل المحترم والي صاحب الجلالة أعزه الله ونصره على جهة بنجرة والحسيمة، السيد عامل صاحب جلالة على إقليم فحص أنجرة، الفاضل المحترم رئيس جهة طنجة والحسيمة. مرتاح في المطار، جو عائلي بصفة عامة، أعداد من الفرسان والخيالة، يعني أكثر من 177 خيالة اللي حضروا معنا في هذه البداية. فكنشوفوا بأنه العدد كيزيد، المطار واللعبة كيزيد قوة، التراث وطنية، مطار تراث وطنية منفتحة للعالم، مطار كذلك لعبة اللي غادي تجيب إن شاء الله المنطقة اقتصاد. الأجماع العالمية العروسية كتشتغل باش إن شاء الله في المناطق البادية يكون تكون تربية الخير. فمطار ماشي غير مهرجان، مطار مشروع إن شاء الله للخيالة، لأن الحقيقة هما خيالة متميزين لا قيل لكم، يعني باش تركب على الخيل بلا سرج على خصك تكون تبارك الله تكون عندك قوة وشجاعة وتكون متميز. فبصفة عامة احنا فرحانين يعني بهذه الافتتاحية اللي قمنا بها. غادي يكون ان شاء الله نهار السبت الساعة 8 مهرجان ديال الموسيقى مفتوح للجميع بحضور فنانين متميزين، الحور، سناجية، حفصة 47، فعدد وعدد من الفنانين المتميزين غادي يحضروا معنا. هادشي كلشي نحن في عالم قروي، باطا هو يمكن المهرجانات القليل اللي موجودين بهذا الإشعاع الدولي اللي هو موجود في البادية. مرحب كذلك غادي تكون ان شاء الله البطولة النهائية، فننتظركم باش تزيدوا تقووا هذا المهرجان. شكرا. شوفوا اليوم كنعيشوا اجواء احتفالية، المهرجان دار بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كورونا، والشعار ديال المهرجان هو مطا تراث اصيل ورافعه للتنميه المستدامه، اللي كيدار تحت الرعايه المولويه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصر الله واياده. نسخه هذه الدوره الجديد ديالها هو ان مطا صبحت اليوم كتشكل واحد الفضاء ديال حوار ثقافات وحوار الحضارات. الحمد لله شاركوا معنا جنسيات اخرى من دول مختلفه، من افريقيا، من اسبانيا، من مختلف دول اخرى، اللي جات اليوم تشاهد وتعيش معنا هاد الاجواء ديال الاحتفاء بتراث وطني اللي كيدار في هذا الاقليم ديال جامعه قياده اربعه عياشه. كما كتشوفوا البرنامج ديال الدوره برنامج الحمد لله حافل، اليوم كان الافتتاح الرسمي، حضروا وفود رسميه وحضروا شخصيات وبعض الضيوف من مختلف الدول. غدا ان شاء الله السبت غادي يكون، بما ان الفضاء هو عباره على فسيفساء كتجمع الثقافه والتراث والاقتصاد الاجتماع، غدا ان شاء الله غادي يدار سهره فنيه اللي كيحضروها زوار مختلف الاقاليم، كيحضروها ضيوف كذلك، كيحيوها رواد الفن ديال التراث المغربي الاصيل. ان شاء الله نهار الاحد كاين الاقصائيات النهائيه لهذ اللعبه النبيله اللي عندها ارتباط روحي مع القطب مولانا عبد السلام بمشيش، لان رياضه الخيل وانتم كتعرفوها هي رياضه نبيله، واللي كيميز هذا الفرسان ديال المنطقه على باقي الفرسان الاخرين هما انهم كيلعبوا بدون سرج، يعني كتشكل واحد الصعوبه عليهم. وهكذاك كنشوفوا اقصائيات ممتعه لمده 3 ايام، كتبدا في النهار الاولي وكتستمر في النهار الثاني وكتختتم على شكل اقصائيات نهائيه اللي كتعلم فيها على الفائز بمهرجان الدولي لفروسيه مطا. مطا هي ديك اللعبه اللي كتشوفوها كترمز من المراه المغربيه، اللي كتشكل دائما كان عندها واحد الدور فعال في بناء
الثقافة، بناء المجتمع، وأصبح عنده واحد الرياضة الآن في مختلف القطاعات. لهذا أنتم كتشوفوا الفرصة كيتباروا على ديك الدمية اللي كدر لعادات وتقاليد على شكل عروس، كيتجمعوا نساء وكيديروا أهازيج وكيديروا كما كتوجد العروس وكيتباروا عليها لمدة 3 أيام. شكرا. كان واجب، كنتمنوا السلامة.